السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اتفضل. معلش عندي سؤالين. اتفضل اسأل. السؤال الأول، يعني أنا يعني مش مقتنع اللي هو موضوع الاحتفال بالموت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فواحد كلمته كده فقال أنتوا بتكرموا الناس في الفرح، وتقول ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فالناس صاروا يتميلون يمينا ويسارا، الكلام ده يعني، فهو يعني صار يتكلم يعني فما قدر سيدي. قل فيه، هو أنت ذكرت علما أهل المدينة سعدوا بمقدم رسول الله عليهم، ونحن نسعد بمقدم أي صالح علينا، إيه دخلها بالموالد؟ الموالد والأعياد شرعها الله، لم يشرعها الناس. بارك الله فيك. قضي على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ناس استقبلت سيد ولد آدم داخل المدينة، استقبلوه، إيه المشكلة عندك؟ كيف تقيس قياسات عوجاء أنت وهو؟ يعني الاحتفال بمولد النبي سيدنا ما فيهوش أي مشاكل؟ أنا قلت لك كده؟ أنا الذي قلت هذا أو أنت؟ لا، أنا الذي أنا أسألتك سؤالا، هل فعله الرسول أم لم يفعله؟ وهذا الحكم بينه وبينك. لم يفعله. بس خلاص، سمعا وطاعة للنبي الأمين وسيرا على هدي الكريم وخطاه.